عادت الحركة لأروقة قصر المعارض، وعاد معها نشاط دور النشر التي تأثرت بأزمة كورونا على غرار عديد القطاعات. واستجابة لتوجهات القراء، لجأ الناشرون لطبع الكتاب شبه المدرسي، خاصة بعد الإقبال الواسع للمتمدرسين على الدروس التدعيمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أثناء مرحلة الكورونا، سواء كفريق من الأساتذة أو فريق كمصممين وعمال، كنا نسهر دائما على جعل المعلومة تحويلها من الفيديوهات على شكل كتب لأسباب عديدة. السبب الأول، الفيديوهات بالنسبة للأساتذة كان عندهم الوقت باش يديروا أكثر عدد من الفيديوهات، وحنا كفريق كان عندنا الوقت باش نديروا أكثر عدد معين من الكتب. الأولياء، وفي ظل الوضع الصحي الخاص وما نجم عنه من تكييف لساعات الدراسة وخفض الحصص بالمدارس، وجدوا في الكتب شبه المدرسية غايتهم. صدر دون فامي الجيريان لي صدر لي جوزة الكورونا، ويعني جو للصالون باش يقتاوني كتب جدد. صدر يحوسوا توجور على صدر حاجة بريوريتار، باغ اكزومبل الكتاب شبه المدرسي، يعني كتب اللي عندهم أولوية. في ظل الجائحة اللي رانا نمر بها وهي جائحة كورونا، الاطلاع الإلكتروني على أو تصفح مختلف الكتب إلكترونيا مكننا بها نشوفوا الإصدارات الجديدة، ومكننا معرض الكتاب من اقتناء هذه الكتب. بالرغم من السلبية التي طبعت تابعات جائحة كورونا، إلى أنها دفعت نحو الإيجابية في الكثير من الأمور، وما غزو الكتب شبه المدرسية لمعرض الكتاب إلا دليل على ذلك.